أمل فيه قادة الحركة، لكن في بعض الأحيان في الحقيقة ريما يرسلون رسائل ربما غير مطمئنة كما تشاهدون في هذه الصورة. هذه الصورة كانت لوزارة أو هذه البناية كانت لوزارة شؤون المرأة في الحكومة السابقة. اليوم تم إزالة هذه اللافتة لأن أفغانستان أو الحكومة الجديدة لا وزارة للمرأة بها، وعوضت بوزارة كما تشاهدون وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي رسالة في الحقيقة سلبية نوعا ما، خاصة وأن المجتمع الدولي الغرب تحديدا ينتظر من حركة طالبان أن تحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة.